طيب دكتور فهد، القمة قد انتهت، لكن ماذا عن ترجمة نتائج هذه القمة، التوصيات والقرارات كذلك التي خلصت بها هذه القمة الاستثنائية والعمل المستمر الآن؟ أتفق معك الحقيقة، فعلا انتهت القمة لكن لم ينتهي الأثر، لأنه حقيقة كان هناك عمل كبير وكان هناك قرارات كبيرة، والمملكة العربية السعودية من على مدار عام أدارتها بجدارة وأدارت وأعادت هندسة أجندة قمة العشرين، واستطاعت أن تقيم قمتين في سنة واحدة، وهذه النتائج ينبغي أن يبنى عليها، وأنا على يقين تام أنه سيبنى عليها على الجانب السياسي أو المالي أو الصحي، وكذلك على الجانب الإعلامي، لأن الصورة الذهنية اللي تمت في المرحلة الماضية يفترض أن يبنى عليها بشكل أو بآخر، لنؤكد للعالم أن هناك إعلام سعودي وأن هناك منجز سعودي يستحق الاهتمام ويستحق الحرص على أن نستمر في هذا النهج. جميل. دكتور فهد العقران، أمين اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين، شكرا جزيلا لك.